السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في معايا في نونا هاند ميد. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. بنكمل مع بعض دروس الكروشيه للمبتدئين. أخدنا مجموعة من الغرز وهي الغرز الأساسية للكروشيه، والنهاردة هشرح طريقة التزايد والتناقص في غرزة الكروشيه. أحيانا بنحتاج نزود عدد من الغرز في القطع اللي بنشتغلها أو في المنتج اللي احنا بنعمله، أو بننقص عشان نضيق الشغل معانا حسب طبعا شكل الباترون وشكل القطع اللي انا هنفذها. هنعمل عدد الغرز، لكن مبدئيا القاعدة الاساسية في التزايد عموما هتكون كالاتي. انا اشتغلت دلوقتي جزء سطرين كده من غرزة الحشو، وهنبتدي نقول ازاي بنتزايد. في غرزة الحشو قلنا بنرتفع سلسلة واحدة، هي ارتفاع غرزة الحشو. انا ارتفعت سلسلة وهبتدي اغير الشغل بتاعي الناحية التانية، وهبتدي ادخل في اول غرزة معايا وبلف الشغل وبطلع وارجع الف لفة واحدة وهطلع من الحلقتين مع بعض، وبعمل في نفس الغرزة كمان واحدة كده، بقوم اتنين ونيجي في اللي بعدها وهنعمل برضو اتنين. ده واحدة حشو واخدينها طبعا قبل كده وشرحينها، وبعمل فيها نفسها في نفس المكان واحدة كمان، ودي كمان غرزة حشو نفس الشكل. ونيجي في اللي بعدها وهنعمل كمان، ادي غرزة حشو وهلف وادخل تاني ولف لفة واطلع معاي حلقتين، هلف وهطلع من الاتنين مع بعض، وعملت كده اتنين حشو في نفس المكان. وفي اللي بعدها برضو هعمل اتنين غرزة حشو نفس الشكل. هلاحظ معايا ان السطر بدأ يوسع، يزيد معايا عدد الغرز. يعني لو انا بدأ مثلا بعشر غرز حشو، هلاقي السطر بقى معايا عشرين غرزة، لان انا عملت في كل واحدة اتنين. ده شكل مبدئي للزيادة، لكن طبعا الزيادة دي بتتوقف عدد الغرز وشكلها على حسب القطعة اللي انا هشتغلها هتحتاج مني زيادة قد ايه. لكن هي الفكرة في ان انا بزود في المكان الواحد غرزتين، ادي واحدة والتانية معاها في نفس المكان، اصبح عندي اتنين في نفس الغرزة، غرزتين حشو. اللي بعدها بنفس الطريقة بنكمل كده، ادي واحدة وادي كمان هدخل وهلف لفة وهخرج من الحلقتين مع بعض. تاني اللي جنبها ادي غرزة حشو بالشكل ده، والتانية برضو جنبها بنفس المكان. اخر واحدة معايا واللي دايما او احيانا بعض الناس ممكن تنساها، اهي ادي غرزة حشو ودي تاني واحدة حشو برضو معايا، وده شكلها. لو لاحظنا هي زادت اهي، وبقى فيها اتساع كده من فوق. ليه؟ لان انا زودت، لو ارتفعت كمان سلسلة وزودت في كل غرزة غرزة بنفس الشكل كده، نجرب كده نرتفع سلسلة اللي هو ارتفاع الحشو، وندخل في اول واحدة ونعمل اتنين، ادي واحد اتنين، واللي بعدها نعمل واحد اتنين، واللي بعدها برضو واحد حشو اهي اتنين. لو لاحظنا شايفين هي بتزيد معايا اهي وبتوسع. ده التزايد في اي حاجة بالنسبة لغرزة الحشو. اي غرزة تانية سواء نص عمود او عمود او عمود باتنين لفة او غيره، برضو هو نفس الفكرة في التزايد، ان انا بزود عدد الغرز داخل الغرزة الواحدة. يعني هي غرزة ممكن احط فيها اتنين، وطبعا على حسب برضو فيما بعد الباترون بيقول لي اعمل ايه او ازود ايه. برضو هيزيد معايا عدد الغرز في نفس المكان. لو لاحظنا مع بعض دلوقتي هنلاقي ان السطر اللي فوق عدد الغرز فيه زاد تقريبا للضعف، شايفين؟ ليه؟ لان انا عملت في كل غرزة غرزتين مش غرزة واحدة. هو ده فكرة التزايد في الغرز، في عدد الغرز. يعني لو انا عاملة السطر عشر غرز، هلاقي اللي فوق مثلا عشرين،
وهكذا على حسب برضو الزيادة اللي بيبقى طالبها مني. فكرة التزايد ان انا بزود عدد الغرز داخل الغرزة الواحدة. وعلى العكس، زي ما قلنا برضو التناقص، ان انا بقلل في عدد الغرز زي ما هنشوف مع بعض. برضو غرزة الحشو لو حبيت اقلل او اعمل تناقص في غرزة الحشو، دي قطعة من سطرين او ثلاثة من غرزة الحشو وعايزة اعمل فيها تناقص، هرتفع طبعا سلسلة اللي هي ارتفاع الحشو، هلف الشغل وهدخل في اول واحدة تحت ضلعين السلسلة اللي فوق دول، وهلف معايا لفة وهطلع، ولكن مش هلف اللفة الاخيرة، لا انا هقف عند الخطوة دي، مش هعمل الخطوة الاخيرة، وهرجع ادخل في اللي جنبها وهلف لفة وهخرج ومش هكمل للاخر، وهلف لفة وهاخد التلاتة مع بعض كده. انا عملت الغرزتين دول في غرزة واحدة، بعد ما كانوا اتنين بقوا واحدة بس. تاني نيجي للي عليها الدور جنبها، هلف لفة وهدخل وهخرج، بس مش هكمل الغرزة، هقف عند الخطوة دي وهرجع ادخل في اللي جنبها وهلف لفة وهخرج، بقوا تلاتة معايا، هلف لفة وهاخد التلاتة مع بعض. كمان مرة هلف لفة، قصدي هدخل الاول عفوا وهخرج، بقى معايا اتنين، مش هنفذ الخطوة الاخيرة وهدخل هنا في اللي جنبها وهخرج، بقوا معايا تلات حلقات وهخرج من التلاتة مع بعض. تاني اتنين، هدخل في اللي بعدها وهاخدها معاها بنفس الطريقة وهلف اللفة بتاعتي مرة واحدة وهخرج، هلاقي ان عدد الغرز بيقل معايا، اخر اتنين مع بعض، ادي واحدة اهي، ومش هكمل الخطوة دي طبعا، مش هاخد اللفة دي، لا انا هدخل في اللي عليها الدور اللي هي الاخيرة بالنسبة لي وهخرج، واصبح معايا تلات حلقات على الابرة هلف واخدهم مع بعض. لو لاحظنا هنلاقي ان هنا السطر بدأ يصغر معايا ويقل عدد الغرز، وهي دي الفكرة في التناقص في الغرز، ان انا باخد كل غرزتين مع بعض، كل اتنين وبقفلهم مع بعض، بلاقي مثلا عدد الغرز لو كانوا ست غرز هيبقوا تلاتة، لو كانوا عشر غرز هيبقوا خمسة، لان هدمج كل اتنين مع بعض وابتدي عدد الغرز يقل معايا. يارب يكون الشرح واضح، تكون غرزة التزايد والتناقص واضحين لحضراتكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.